العمل اللي جاي طبعا الناس كلها ظلمة الغراب ويقولوا عليه نحس، ولكن الغراب ده اللي يدخل يدور على الانترنت هيلاقي ان زغلول الدكتور زغلول نجار كاتب عنه مقالات كتير قوي، وانه اتذكر في سورة المائدة، وانه معلم البشر، وانه عنده اخلاق ممكن تكون مش موجودة عند البني ادمين. يعني ممكن الغراب لما يعتدي على زوجة غراب اخر، هو بيتجوز واحدة بس الحمد لله يعني كفاية عليه، فيحكموا عليه بالاعدام ويقعدوا ينقروا فيه لحد ما يموت ويدفنوه، اللي هو شبه حكم الرجم في الاسلام. فالغراب ده حاجه جميله جدا ومخلوق جميل، وانا شايف ان هو حاجه مهمه جدا ان احنا نعمل له اغنيه الغراب، كلمات الشاعر المشاغب محمد عز الدين. انت موجود يا محمد النهارده؟ اكيد في الطريق ان شاء الله. الغراب. علم الإنسان كتير، علمه يداري جنونه. الغراب لسه
انسان اصيل رغم صوته رغم لونه، علم الانسان كتير علم ويداري جنونه، يدفن الاوجاع ويندم والدمع ترسم عيونه، يدفن الاوجاع ويندم والدمع ترسم عيونه. الغراب علمنا ياما، الغراب علمنا ياما، واحنا علمنا العذاب. الغراب 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 الغراب. اشكركم.